حلم تحقق بفضل جهود أصحاب الأيدي الخيرة من أبناء هذا الوطن، حلم أصبح حقيقة بعد أكثر من 20 عاماً من التخطيط لإطلاق هذا المشروع لرؤية النور. وها هو الحلم يصبح حقيقة ويدشن للوطن مؤسسة أخرى تضاف إلى مؤسساته الأكاديمية العاملة على الارتقاء بالتعليم التقني، هذا التعليم الذي كان ولا زال الاستثمار الأقوى للمجتمع الفلسطيني. تأسست كلية هشام حجاوي عام 2001 كإحدى كليات جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس لتوفير التعليم المهني والتقني وإعداد الكوادر الفنية القادرة على مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة وتلبية احتياجات السوق المحلي ورفده بالفنيين والأخصائيين المتميزين. جاء تأسيس الكلية تلبية لنتائج دراسات مسحية لخبراء فلسطينيين ودوليين أكدت جميعها أن قطاع التعليم في فلسطين وتحديداً في شمال الضفة الغربية يفتقر إلى التدريب التقني الحديث، لا سيما وأن نسبة التقنيين في فلسطين إجمالاً منخفضة مقارنة مع خريجي الجامعات. نقوم بدعم التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين من خلال 4 مشاريع. المشروع الأول هو تنمية وتطوير المصادر البشرية للعاملين في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني. أما المشروع الثاني فهو مشروع التعليم شبه الرسمي ويتضمن دورات قصيرة الأمد تستهدف العاطلين عن العمل وتنظم حسب حاجة السوق المحلي. فيما المشروع الثالث هو مشروع التلمذة المهنية، وهذا المشروع قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما المشروع الرابع فهو مشروع دعم كلية هشام حجاوي التكنولوجية في نابلس، ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع بنك التنمية الألماني KfW الذي يوفر الدعم المالي للمشروع، وبلغت مساهمته المالية حوالي 7 ملايين يورو. أما مساهمة GTZ فتقوم على أساس تقديم المساعدات الفنية، وبلغت مساهمة حوالي 3 ملايين يورو. ولكلية هشام حجاوي فلسفة متجددة ترمي إلى إعداد جيل جديد من الفنيين المهرة القادرين على سد حاجة السوق المحلي والعربي من خلال التعاطي مع التكنولوجيا الحديثة في مجالات السيارات والتجهيزات الصناعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتركز الكلية في برامجها على رفع وتطوير كفاءة الأيدي العاملة المحلية عبر برامج التعليم المستمر بهدف توسيع قاعدة التعليم التقني في فلسطين نظراً للحاجة الماسة لهذا النوع من التعليم والتدريب وإعداد المهنيين المؤهلين علمياً وفنياً والقادرين على التعامل مع أحدث التقنيات، وكذلك لفتح الباب أمام الشباب الفلسطيني لاكتساب مهارات فنية وصناعية تساعدهم على الانخراط في سوق العمل. مساحة البناء في الكلية بتتراوح 12500 متر مربع. في طبعا ساحات خارجية على الأرض بشكل واسع. هدول 12500 متر مربع مساحة بناء مجهز من مشاغل ومختبرات وقاعة تدريس. بدأ العمل في الكلية في 6 برامج تخصصية. عنا التمديدات الكهربائية، في عنا الأتمتة الصناعية، 3 اللي هم هندسة الاتصالات، تكنولوجيا هندسة الاتصالات، شبكات الحاسوب والإنترنت، ميكانيك السيارات، كهرباء السيارات، تكييف التبريد، الإنتاج والآلات، التصميم الجرافيكي، تكنولوجيا الحاسوب اللي هو IT. هذه التخصصات طبعا تم اختيارها بناء على دراسات تم إعدادها منذ نشأة الكلية أو التفكير في الكلية. وتمتاز الكلية بحداثة مختبراتها ومشاغلها ومعدات التدريب عدا عن مواكبة أبنيتها لأحدث التصاميم الهندسية، كما تركز الكلية على التطبيقات العلمية والعملية في قاعات التدريس المجهزة وفقاً لمعايير التعليم التقني والمهني العصرية. ويتألف مبنى الكلية المقام في الجزء الشرقي من مدينة نابلس من 3 طوابق تضم العديد من المكاتب وقاعات التدريس والمشاغل. تتوزع الورش التدريبية والمشاغل في الطابق الأرضي، فيما تنتشر غرف التدريس والمختبرات وقاعات الحاسوب على 3 أجنحة في الطابقين العلويين. ويوجد في الكلية قاعة متعددة الأغراض تتسع ل500 شخص تم تجهيزها بأحدث تقنيات الصوت والصورة
بالإضافة إلى مكتبة حديثة متصلة بشبكة الإنترنت وكافيتيريا للطلبة ومسجد وعيادة طبية وملاعب رياضية. ويتميز أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الكلية بالخبرة العملية والعلمية التي تجمع ما بين التطور التكنولوجي ومتطلبات السوق العربي والمحلي. احنا بكلية هشام حجاوي في عنا ثلاث ميزات بميزونا عن باقي المراكز التدريبية والكليات في فلسطين ويمكن في المنطقة كلها. اول شغلة اللي هي الكادر المؤهل اللي عنا كادر مؤهل على مستوى عالي جدا. تاني شغلة عنا المعدات والتجهيزات التقنية الموجودة. تم يعني تزويد الكلية فعلاً بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، سواء كان في مجال التكييف والتبريد، في هندسة السيارات، في الاتصالات، الشبكات، بكل شيء. والشغلة الثالثة المميزة عندنا اللي هي اعتماد الخطط الجديدة اللي احنا بلشنا فيها من فترة وعم نصعد فيها يعني خطوة بعد خطوة. فهدول هم الثلاث ميزات الرئيسية عندنا بالكلية. وتمنح الكلية شهادة الدبلوم الفني في تخصصات تطبيقية متعددة كالهندسة الكهربائية بفروعها للطلبة من خريجي الثانوية العامة من الفرعين العلمي والصناعي. ويتدرب الطلبة على أحدث الطرق للتمديدات الكهربائية المنزلية والتجارية والصناعية وأنظمة التحكم والآلات والمحركات الكهربائية ونظم توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها. ويتأهل الطلبة من خلال التدريب العملي على العمل في المؤسسات العامة والخاصة والمصانع وشركات الكهرباء. ويؤهل فرع الأتمة الصناعية الطالبة عملياً وعلمياً على العمل في نظم التحكم الكهربائية والإلكترونية ونظم أتمتة المصانع والآلات الكهربائية وطرق برمجتها الحديثة. ويستطيع خريجو هذا الفرع العمل في عدة مجالات كالمصانع وغيرها. الحمد لله رب العالمين، معظم الذين أتوا إلى الكلية وتخرجوا بدأوا بالعمل مباشرة في جميع المصانع. أنا يعني شخصيا تخرجت دفعتي 14 طالب، لم يوجد طالب إلا يوجد يعمل في إحدى المصانع. ويستطيع الملتحقون بفرع هندسة تكنولوجيا الاتصالات العمل في شركات الاتصالات أو صيانة الأجهزة الإلكترونية والخلوية أو الشركات الإلكترونية الخاصة أو أجهزة السلطة الوطنية والأمنية وشركات تسويق أجهزة الاتصالات والإلكترونيات بعدما يكونوا قد تدربوا على نظم الاتصالات الحديثة والمايكروويف والاتصالات بالألياف البصرية والخلوية وتبادل نقل المعلومات. كما تقبل الكلية الطلبة من خريجي كافة فروع الثانوية العامة للالتحاق ببرامجها في قسم هندسة الكمبيوتر وشبكات الحاسوب والإنترنت، حيث يتم تدريبهم على نظم شبكات الحاسوب المختلفة وبرمجتها ونظم تبادل البيانات وشبكات ربط أجهزة الحاسوب وتشغيلها، ليتمكنوا بعد ذلك من العمل مع العديد من القطاعات الصناعية والخدماتية الحكومية والخاصة. كما استطاعت إدارة الكلية ومن خلال علاقاتها المتميزة بمؤسسات المجتمع المحلي والعربي أن تجد فرص عمل وتدريب لعدد من خريجيها الذين استطاعوا بتميزهم أن يثيروا إعجاب كل من عمل معهم، إضافة إلى استيعاب عدد منهم للعمل ضمن طاقمها. وتتابع الإدارة وباستمرار خريجيها أينما تواجدوا في أماكن عملهم، حيث تعكف على وضع برامج تطوير متجددة تبقيهم على اطلاع على كل جديد في المجالات الهندسية والتطبيقية المختلفة. الكلية أهلتني للعمل في هذا المجال، وكانت بصراحة التخصص اللي عملت الكلية كان من أوائل الجامعات اللي عملت هذا التخصص في البلد، فكان يعني ما فيش حدا بالسوق يعني زيه، قليل كان هذا التخصص له شبكات الحاسوب والإنترنت. فبصراحة لقيت المجال قدامي مفتوح بالشركات، وكان مأهليني أني أكون صالح أكون بالسوق. بداية لنا تجربتين مع خريجين كلية هشام حجاوي. أول شغلة جربناهم كمتدربين عندنا، يعني عندنا سياسة في الشركة، سياسة التدريب ودعم المجتمع في هاي الناحية وتشجيع الجامعات بمختلف أنواعها. فأول شيء كان الشباب الموجودين عندنا، وشاب من الشباب اللي أجوا اشتغلوا عندنا وتم توظيفهم عندنا كان متدرب، وبصراحة يعني أظهر تميزه كمتدرب عندنا،
وهو اللي شجعنا انه نوظفه من ضمن الكادر الموجود عندنا في الاتصالات. وبهنيكم على البرامج اللي انتم بتقدموها وعلى الخريجين اللي انتم اتحفتونا فيهم يعني بصراحة في الشركة. تطرح الكلية 4 تخصصات في مجال الهندسة الميكانيكية لطلبة الثانوية العامة من الفرعين العلمي والصناعي، وتشمل ميكانيكا المركبات حيث يستطيع الفني تشخيص العطل في السيارات ومعالجته والتعامل مع الأنظمة الإلكترونية ونظم الحقن الحديثة في محركات الديزل والبنزين. وفي قسم كهرباء السيارات يتعرف الطلبة على أنظمة التحكم الإلكتروني والحقن والكوابح الحديثة وأنظمة السيارات الكهربائية والإلكترونية، بحيث يستطيعون فتح ورش عمل خاصة بهم. التطور العلمي، التكنولوجيا الحديثة استفدتها من الكلية أساس أقدر أتعامل مع السيارات الجديدة، العلم الجديد، بحاجة لأجهزة، بحاجة لعلم جديد، هذا كله الحمد لله استفدته من الكلية، خبرة في خلال فحص على الأجهزة، فحص أنظمة السيارات الحديثة، لأنه صار في أنظمة، عدة أنظمة طبعا، كل هذا من خلال الكمبيوتر. ويتم تدريب الطلبة في قسم التكييف والتبريد على أسس تركيب وتمريد شبكات التدفئة المركزية والتكييف والتهوية، فيما يكون بمقدور الملتحقين بفرع الإنتاج والآلات في تخصص تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية التدرب على الخراطة والتسوية بالتحكم الرقمي ومهارات تشكيل المعادن. ويستطيع طلبة الثانوية العامة من كلا الجنسين ومن كافة الفروع الحصول على الدبلوم المهني في تخصص التصميم الجرافيكي من خلال تعلم أسس ومهارات الرسم الهندسي المعماري والإلكتروني والميكانيكي بوسائل الرسم الحديثة. سمعت عن إشي اسمه هون كلية شمح الجاوي، طبعا أنا كل فكرة إنها كلية بس الشباب والتخصصات اللي فيها بس تخصصات شباب، فهذا الشيء هيك عمل لي فضول إني أعرف شو هالكلية، أتعرف عليها من قريب. فجيت أنا وأهلي وجينا على الكلية هون، شفنا التخصصات، عرفنا على العميد، عرفنا على الإدارة، لقينا إن هاي كلية مش بس الشباب، لقينا إنها بتقدر برضو البنات إنه تدرس هاي التخصصات العلمية الحديثة. فجيت أهل الكلية لقيتهم عاملين تخصص جديد اسمه جرافيك ديزاين، هذا التخصص طبعا مجاله الإعلام والدعايات، مجاله كتير حلو ومستقبل كتير التخصص هذا. وإضافة إلى برنامج الدراسة الاعتيادي، تم افتتاح برنامج دورات تستمر لسنة كاملة تستهدف الطالبات والطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في امتحان الثانوية العامة، أو الذين لم يكملوا الدراسة بعد الصف العاشر، أو حتى الراغبين في الحصول على تعليم وتدريب تقني في أحد التخصصات. ويحصل الطلبة على شهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي، مما يضمن انخراطهم في المجتمع كمهنيين مدربين قادرين على التعامل مع متطلبات العصر التكنولوجية. البرنامج الثالث اللي هو لخدمة السوق المحلي والمجتمع المحلي، اللي هو برنامج الدورات قصيرة المدى اللي بيتراوح فيها التدريب لمدة من 50 ساعة لحوالي 300 ساعة. هذا البرنامج جزء منه مغطى من تكاليفه من الجانب الألماني الجي تي زد، هذا جزء من دعمها، بتدعم المجتمع المحلي من خلال عقد دورات داخل كلية هشام حجاوي مدعومة بالكامل. ويقبل الطلبة على الالتحاق بالكلية لأسباب عديدة، في مقدمتها توفير الوقت والجهد والمال، كما يمكنهم الالتحاق بالجامعة للحصول على درجة البكالوريوس من خلال سياسة التجسير التي أقرها مجلس التعليم العالي عام 2003 بحسب معايير محددة، منها أن يسجل الطالب في اختصاص مناظر لاختصاصه في الكلية، على أن يترك لكل مؤسسة تعليم عال تحديد العدد من المتقدمين لبرامج التجسير بحسب إمكانياتها والمقاعد الشاغرة فيها. التجسير إشي كتير إيجابي. هل أنا درست الدبلوم بإمكاني أكمل بكالوريوس؟ مش أبدأ بكالوريوس من الصفر، لا، بحسبوا لي ساعات محددة من الدبلوم اللي أنا درسته وبكمل على هذا الأساس، بس طبعا حسب الساعات اللي بدهم يحسبوا لي إياها حسب المادة اللي أنا بدأ أكملها. في الكلية قانون إنه الأول على الدفعة بتم توظيفه، إذا كان في متاح وظيفة بتم توظيفه إله الأولوية الأولى، فعلى هذا الأساس تم توظيفه. وتولي الكلية اهتماما خاصا بطلابها، فبالإضافة إلى المرافق الحديثة والمريحة التي يحظى بها الطلبة، فقد نال موضوع دعم الطلبة وبخاصة المتفوقين منهم اهتماما كبيرا لدى القائمين عليها،
ففي كل عام يحصل عدد لا بأس به منهم على منح للطلبة المتفوقين وقروض تمكنهم من دفع الأقساط الدراسية نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، حيث سعت الكلية ومنذ نشأتها إلى تكوين شبكة تواصل مع أفراد ومؤسسات محلية وأجنبية تقدم سنوياً منحاً للطلبة في جميع التخصصات، إيماناً منها بأهمية الدور الذي سيلعبه خريجوها من فنيين متميزين في تطوير وبناء المجتمع الفلسطيني المعاصر. يوماً بعد يوم تزداد أهمية التدريب التقني في العالم، ونحن الآن في حاجة لهذا التدريب أكثر من أي وقت مضى. السوق العالمي والسوق المحلي بحاجة لتقنيين. فكر بمستقبلك واختر الطريق الذي يؤمنه لك التدريب التقني. فكر بمستقبلك واختر طريقك.